دي اوهام ومفيش اي علاقه بين البورصه وبين الحاجات اللي كانت بتتقال، ومفيش علاقه بين البورصه كمان حتى والحاجات اللي الناس بتستخدمها لطرد البورصه. يعني يقول لك نجيب شيح نجيب معرفش ايه، كل ده مش حقيقي. التخلص من البورصه تخلص سهل، بيتعملوا حاجه اسمها الطعم. الطعم ده عباره عن عجينه فيها مبيد معين بيتحط بهدوء في المكان اللي هو بيتردد عليه البورصه، بمجرد البورصه ما بياكله خلاص بيموت ومحدش بيحس بيه. فهي دي الطريقه الوحيده اللي ممكن نتخلص فيها من البورصه في البيت، هي الطريقه المثلى والسهله. انما الناس بتستخدم عمليات الرش، انها بتجيب بيروسولات وما شابه ذلك وبترش، لا ما بتاثرش البورصه. لا في ايد المقشه دي كانت اشهر واحده، بس مش ناجحه لان برضو الناس ما بيموتش. يعني ما بيموتش، بيتحمل، لان دي انواع السحالي عندها المقدره من انها تتحمل الضغط الشديد، فممكن يتحمل كم ضربه ويهرب برضو. ده حتى لو ديله اتقطع بيفضل يلعب، هو بيقطع ديله عشان يلهي اي حد فيه. يعني المجموعه دي من الزواحف مشهوره في الحكايه دي، بيضحك علينا يعني. بالظبط، عنده انشطار ذاتي انه بيتخلص من الذيل بتاعه عشان اي عدو يتلهي فيه ويقدر يهرب، وبيطلع ديل تاني بالطبع. بيطلع له ديل تاني؟ بيطلع له ديل تاني وتالت.